للحديث مشاهدينا الكرام عن آخر التطورات في غزة مع استمرار المجازر والجرائم التي يرتكبها الاحتلال والترقب لقرار محكمة العدل الدولية. معنا عبر الهاتف من أنطاكيا المحامي والخبير القانوني رضا الصطيف. مرحبا بكم أستاذ رضا معنا. أسعد الله أوقاتكم. أهلا بكم. وكذلك معنا من طول كرم الكاتب والباحث السياسي حمد الله فانا. مرحبا بكم أستاذ حمد الله. مساء الخير. حياكم الله. نبدأ منكم أستاذ رضا. إذن البيت الأبيض قال إن بايدن أكد حاجة الاحتلال لبذل ما بوسعه للالتزام بالقوانين والحد من الخسائر. ماذا يعني برأيكم هذا التصريح عشية ترقب قرار محكمة العدل الدولية في الساعة المقبلة الجمعة؟ هذا التصريح لو أنه لم يصرح كان أفضل. يعني تصريح بهذا الكم من الخجل ليته لم يصرح حقيقة، فكان أفضل. ونقول أنها ظل في إطار الصمت، فإسرائيل من البداية لم تتجرأ على هذه الحرب لولا أن رست البوارج الأمريكية والبريطانية وغيرها في البحار في الشرق الأوسط، وتأهبت القواعد العسكرية الأمريكية وغيرها. إسرائيل لم تتجرأ على هذه الحرب لولا أن تأخذ الكرت الأخضر المفتوح بالدعم المادي ودعم السلاح وغيره لتشن هذه الحرب. عداك عن ذلك، لم تقدم على هذه الخطوة حتى حشدت لها أمريكا الدعم من كافة الدول، والآن يصرح بايدن بأنها يجب، حتى لم يذكر كلمة يجب، بل كان بمعنى أنه يتمنى من إسرائيل أن تلتزم، وكأن إسرائيل هي صاحبة الحق، إسرائيل هي المعتدى عليها. وهذا وحقيقة هذا ما هو بنظرهم. لو كان الأمر بشكل عكسي، التصريح لصالح إسرائيل، لكان بطريقة حازمة، بطريقة شديدة اللهجة، بطريقة التحذير. أما فيما يخص إسرائيل فالموقف كان واضح منذ البداية وحتى هذه اللحظة. أيضا أستاذ حمد الله، يعني إذا كانت واشنطن لا تريد لرؤية أي منشأة تابعة للأمم المتحدة تتعرض لأي اعتداء بأي شكل كان، لماذا إذن سمحت لقوات الاحتلال بارتكاب هذه الجرائم من البداية؟ ما الذي تغير يعني الآن؟ نعم، يعني أولا الولايات المتحدة الأمريكية برئيسها بايدن ليس داعما فقط لدولة الكيان الصهيوني، إنما شريك، هو شريك في هذا العدوان منذ بدايته، ودليل على ذلك الدعم المادي الذي وعد بحوالي 14 مليار دولار للاحتلال، وأيضا الدعم من خلال القذائف والصواريخ التي تم دعمها بالقطار جوي كان يصل يوميا طيلة أيام الحرب إلى دولة الحرب. بالتالي هي شريك أيضا حتى شراكة مباشرة في إدارة الحرب، أن بلينكين زار دولة الاحتلال وبايدن سار إلى زيارتها، وبلينكين كان شريكا في مجلس الحرب المصغر من خلال إطلاعه على كل مجريات الخطط الحربية الصهيونية، وبالتالي هي شريك الآن. وهي أيضا ليست فقط شريك فعلي في هذه الحرب، أيضا هي الناطق بلسان الاحتلال والكيان الصهيوني على المستوى العالمي من خلال اتهام طبعا المقاومة في قطاع غزة بأنها تستخدم المواطنين درعا بشريا وأنها تغتبر. يعني أنا أعتقد يعني هم يدركون أن الحديث ليس عن جيش نظامي في قطاع غزة لديه من المعسكرات ولديه من المساحات الشاذة، عبارة عن تنظيم عسكري يدافع عن حقه، يدافع عن مواطني، وبالتالي يعني ما تقوم به المقاومة هو شيء منطقي جدا، وفي علم العسكري والحروب السابقة يعني هو جزء يعني طبيعي جدا أن تقوم المقاومة بحفر طبعا الأنفاق وغير ذلك، ولا تكون يعني ممتثلة على الحدود مع قطاع غزة لتقول الجيش الاحتلال ها أنا موجود هنا لتصفيتهم جميعا. وبالتالي الآن هم يتهمون المقاومة أنها يعني تستخدم درع بشري على المواطنين، وأيضا فوق ذلك أن سقوط الولايات المتحدة عن هذه الجرائم على الأقل يعني ميدانيا أو من خلال مشاركتهم الفعلية، وأيضا التصريح على المستوى العالم والإعلام العالمي أنها يعني تطالب
جيش الاحتلال والطالب حكومة الاحتلال بالتخفيف، التخفيف وليس المنع من إصابة المدنيين. هذا الموضوع يعني من بداية الحرب. الآن آخر إحصائية تجاوزت 25,900 شهيد على الأقل، هذا المسجلين غير طبعا المفقودين والأطفال تحت البنايات وتحت الأنقاض. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية هي يعني أنا أعتقد لا تأسف على هذا الكم الكبير من الشهداء ومن الأطفال، وحتى قصف مؤسسات الأمم المتحدة، المدارس، قصف سيارات الإسعاف، المستشفيات. يعني لم يبقى شيء لم يتم قصفه، والغارات الجوية اليومية. والولايات المتحدة يعني تحاول التغطية على مثل هذه الأمور بأن المقاومة تستخدم المواطنين كدرع بشري، وتتهم كل قطاع غزة بأطفاله ونسائه بأنهم شركاء، وأنهم شركاء مع حركة مع المقاومة في قطاع غزة طبعا. وبالتالي هم أصبحوا هدفا يعني مشروعا بحسب مواقف الولايات المتحدة، وأيضا دولة الاحتلال ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والشرائع الدولية. وأيضا ليس من حق دولة الاحتلال وهذا الكيان القيام بهذا العدوان، لأن هي دولة احتلال، ليس من حق الدفاع عن نفسها، بل من حق المقاومة أن تدافع عن نفسها وعن مواطنيها. وأن القضية لم تبدأ في 7 أكتوبر، هي بدأت منذ أكثر من 75 عام، والشعب الفلسطيني يتعرض إلى المجازر تلو المجازر تلو المجازر. فهذه هي القصة للولايات المتحدة. وأهم من ذلك أن الولايات المتحدة ليست الآن تدعم الكيان. الولايات المتحدة بعد ربع ساعة من إعلان حكومة الاحتلال في العام 1948 كانت قد اعترفت في هذا الكيان وتدافع عنه. يعني مئات القرارات التي طبعا صدرت في الأمم المتحدة والفيتو الأمريكي في كل محاولة لإدانة حتى لوقف الحرب أيضا تستخدم الفيتو. نعم، من حيازي واضح. نعم، إذن أستاذ رضا، بالعودة إلى الحدث الأبرز والذي سيترقبه العالم في الساعات المقبلة، ما المنتظر وما المتوقع الجمعة بعد ساعات مقبلة من ظهيرة الجمعة من محكمة العدل الدولي؟ إلى أي مدى يمكن أن يمثل قرارها المنتظر يعني تأثيرا فارقا فيما يجري في غزة؟ النقطة الأهم في قرارات محكمة العدل الدولية هي صيغة التنفيذ، القوة التنفيذية لها. محكمة العدل الدولية حتى لو أصدرت قرار وكان هذا القرار بالإدانة، وكان هذا القرار يحمل في طياته بنود حازمة وإدانة واضحة للكيان الصهيوني، لكن من سينفذ؟ الأمر الذي نتوقف عنده جميعا هو صيغة التنفيذ لهذه القرارات. فمحكمة العدل الدولية توكل التنفيذ بقراراتها إلى المحاكم الدولة ذاتها المدانة أو إلى محكمة مختصة قد تشكل. سيؤجل بد فيه، ولكن يعني ذكرت أنها ستتخذ قرارات عاجلة بشأن نعم. العدوان. نعم، سيكون، أنا سأناقش الأمر من جانبين. فالقرارات، هذا القرار على الأغلب، وأنا من نظري الشخصي أن يكون هذا القرار نوعا ما خجول، لن يكون بالصيغة الصريحة بأن إسرائيل مدانة بشكل صريح، مدانة بجرائم حرب وإبادة جماعية. سيكون هناك قرار يجب على كافة الأطراف الالتزام بالقرارات، يجب على كافة الأطراف مراعاة الاتفاقيات، يجب على كافة الأطراف تجنب المدنيين والمنشآت المدنية. أتوقع سيكون هذا القرار بهذه الصيغة حتى تحفظ ماء وجهها من جهة، وحتى يكون نوعا ما دفع أمام العالم بأن نحن أصدرنا قرار إدانة لإسرائيل. من هنا أيضا أستاذ حمد الله، إلى أي مدى برأيكم يشعر الاحتلال الآن في هذه الأيام أنه بات فاقد التوازن؟ وإذا كان كذلك، لماذا يصر أيضا على استمرار بقرار الحرب والعدوان؟ نعم، يعني هذا سؤال كبير جدا، وإجابته يعني بحاجة إلى نوع من التفصيل. أولا، اليوم وعلى هامش أو تحضيرا للقرار الأولي أو القرار الاحتراز الذي سيعلن غدا الساعة 2 بتوقيت فلسطين، يعني ما هو متوقع؟ أولا، يعني هنالك جلسة اليوم مساء اليوم كانت قد أعلنتها دولة الاحتلال للتشاور وسيناريوهات ما سيتم الإعلان عنه وكيفية الرد عليها. أولا، بالنسبة إلى هذه السيناريوهات، هذه المحكمة من الممكن
أن لا تصدر أي قرار، وبالتالي لا تعتبر أن هنالك حاجة الآن لقرار حتى بإدخال المساعدات الإنسانية وغيرها. وممكن أن تصدر قرار، يعني مثلا على سبيل المثال كما ذكر زميلي، أنه بزيادة المساعدات الإنسانية، إدخال الدواء، الماء، النفط للمستشفيات وغير ذلك، عدم تعرض المدنيين أيضا والمستشفيات وضربها من ما إلى ذلك يعني. نعم الآن ولكن يعني أقسى قرار ممكن أن تأخذه هذه المحكمة هو قرار بوقف الإطلاق النار، وقف الحرب حاليا. وهذا القرار يعني حسب أنا ما فهمته ودرسته يحال إلى مجلس الأمن الدولي، ومجلس الأمن الدولي يصوت عليه ليكون نافذا. ولكن يعني الكيان الإسرائيلي هو يعني يعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية في أنها ستستخدم حق النقض الفيتو في حالة اتخاذ مثل هذا القرار. الآن لماذا هذا القرار الأولي أو الاحترازي؟ لأن الحرب ما زالت مستمرة، والحرب ما زالت، القصف والغارات الصهيونية ما زالت مستمرة، وبالتالي هذه الحاجة إلى مثل هذا القرار. لأن موضوع إدانة دولة الاحتلال في موضوع إبادة جماعية هذا يستغرق سنوات لإثبات ذلك والانتهاء منه. ولكن القرار الأولي أو الاحترازي هو الحاجة، لربما من الممكن أن يتم إصدار قرار أولي بوقف مثلا الحرب، أو حتى بزيادة المساعدات، أو حتى الطلب من دولة الاحتلال بالسماح للفلسطينيين العودة إلى منازلهم في شمال قطاع غزة. الآن بالنسبة إلى بنيامين نتنياهو، أولا بنيامين نتنياهو وحكومته طبعا المتطرفة والمتحدثين أو المختصين في الشؤون أو القضايا الدولية والقانون الدولي كانوا قد شنوا يعني حربا شعواء ضد جنوب إفريقيا على تقديم هذا طبعا هذه الدعوة، والتي يعني كان هنالك نقاشا يعني واسعا جدا في أروقة دولة الكيان حول المشاركة. لو سمحتم. نعم باختصار حول الموضوع. الآن بنيامين نتنياهو كان قد قال أنه سيستمر في الحرب، ولن تتوقف هذه الحرب حتى لو أصدرت قرارات المحكمة الدولية أو غيرها أو الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، هذه الحرب ستستمر لأسباب طبعا شخصية بالنسبة لبنيامين نتنياهو، من يعني لخدمة مصالحه الشخصية، وهو يحاول يعني قدر الإمكان إطالة أمد الحرب للاستمرار في رئاستي للوزراء أسباب شخصية. إذن أستاذ رضا، ما المخاوف برأيكم المطروحة اليوم من تأثير الدول التي ينتمي إليها القضاة في محكمة العدل الدولية، تأثير ذلك في قرار هذه المحكمة؟ أنا من وجهة نظري لن يكون هناك التأثير بشكل كبير من ناحية الدول. قد يكون في بعض الدول التي أخذت أو أعلنت بتصريحات واضحة كبروكسل أنها ستكون داعمة للقرارات وستقف بشكل عادل من هذه القضية، لكن قد تفرض بعض الدول رأيها على القضاة. أما الأمر الأهم في هذا في هذه النقطة هو ما بداخل القضاة، الصراع بين الشر والحق، بين العدل والإجرام، بين الإنسانية والقتل. هذا الصراع بداخل كل قاضي، بالإضافة إلى توجهاته السياسية أو أيا كانت التوجهات الأخرى تجاه هذه الحرب، كيف سيراها هو، لأن هذا الموضوع لن يكون بشكل مجرد، لن يتم النظر إليه بأنه قضية إنسانية أو قضية قانونية. سيكون كل قاضي متأثر بما في داخله، بالإضافة إلى التأثير الدول الذي لا أراه سيكون كبير، ولكن ما الأمر الذي يكون أكبر من تأثير الدول هو التحشيد الإسرائيلي على القضاة بشكل خاص أكثر من التحشيد مع الدول التي ينتمي إليها القضاة. أيضا أستاذ حمد الله، ماذا عن المفاوضات الإقليمية؟ وهناك حديث يعني عن ما تسريبات من حكومة نتنياهو أنها مستاءة من دور قطر التي تؤدي دورا مهما في مسألة التهدئة والهدنة الإنسانية.
يعني اولا اثير نقاش يعني واسع جدا على مستوى وسائل الاعلام الصهيونيه حول التسريبات ومن وراء التسريبات، ويعني تسريبات ثبت او من المنطق ان من سربه مكتب بنيامين نتنياهو، لقاء اثناء لقاء بنيامين نتنياهو رئيس حكومه الاحتلال مع عدد من اهالي الرهائن، والسبب واضح جدا انه لا يمكن او لن يسمحوا لم يسمحوا لاي من اهالي الرهائن بإدخال أي جهاز لتسجيل صوتي لتلك اللقاءات، وبالتالي مكتب بنيامين نتنياهو اللي سرب هذه ما قاله بنيامين نتنياهو حول استيائه من دور دولة قطر. السبب واضح جدا لأن بنيامين نتنياهو لا يريد وقفا للحرب، لأنه أهم شرط من الشروط التي تشترطها المقاومة لتنفيذ أي صفقة ممكنة هو وقف إطلاق النار يستمر حتى وقف هذه الحرب، وبالتالي بنيامين نتنياهو لم يحقق لغاية الآن أي شيء من الأهداف، الهدفين المركزيين خلال أكثر من 111 يوم من الحرب لم يحقق أشياء، لم يستطع القضاء على حركة حماس لا على المستوى العسكري وقدراتها العسكرية، وأيضا على المستوى السياسي وقدرة المقاومة في قطاع غزة وحركة حماس على السيطرة، والهدف الآخر هو تحرير الرهائن لم يستطع تحرير الرهائن، وبالتالي هو يبحث عن صورة انتصار، وأن أي صفقة ستكون بمثابة خسارة لبنيامين نتنياهو. السبب واضح جدا أن بنيامين نتنياهو يتهم بأنه هو من أطلق سراح يحيى السنوار، فهنالك حديث أن أي صفقة ستتم إطلاق سراح أسرى من العيار الثقيل كما يقولون، وبالتالي يعني هو ليس معنيا بإطلاق سراح 6000 سنوار جديد، وبالتالي وغير معني بمثل هذه الصفقة، هو معني بإطالة أمد الحرب، لأن إطالة أمد الحرب أولا يطول عمره السياسي كرئيس لحكومة الاحتلال، وأيضا من أجل يخدم مصالحه أولا الانتخابية مستقبلا لأنه في حكم المنتهي سياسيا، وأيضا موقف جالنت وهو أيضا عضو في الليكود ووزير الحرب الصيني أيضا معني باستمرار هذه الحرب، بل يتحدث بشدة وبشراسة أكثر من بنيامين نتنياهو، لأنه يتحمل بالدرجة الأولى هو الفشل في 7 أكتوبر بصفته رئيسا لوزيرا للحرب، وبالتالي هو يريد على الأقل تبييض نوع من صفحته لأنه سياسيا انتهى عمره السياسي، وبالتالي يريد على الأقل أن ينجز شيء محاولة في يعني مرحلة يائسة، وبالتالي يعني هذا سبب التسريب هو إطالة أمد الحرب والمصالح الشخصية لبنيامين نتنياهو وأيضا الحزبية بالنسبة لحزب الليكود أيضا. إذا من طول كرم حمد الله عفان الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك، كذلك شكر موصول لأستاذ رضا سطيف المحامي والخبير الحقوقي من أنطاكيا.